قضبك عشان يتمنى هذا الدستور مركا جمهورية الصومالي لان دولة كما واجبين هرمارين تا اسكول لذا لكن وحكو واجبيي هرمارين تا دقسية دا قرانك والدين مامل كلاش قاية أرداي والد يا معلن يا مامل بقودة نقول هذا تاسين مدوكو قارينا والدين وين عبطان وعبطان قرانك أود مامل كي يا معلمين تا مدارس كيس بربر تاكتان دولة دوا واجب سارا إني مدارس كقرانك هرمارس وانا نذين همبليين يا درجة ذات قارين وحن لاي حي همبلي 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 وحد قارين درجة لقارتي وقو قالي سنيد واسه هديا قرتان طلابتي كوبات بعد قادن سيدي شيخ عبد الرزاق وكدواجيي واحد قادن مرتبة دي كوبات مرتبة ده بدن بايدين هري قرآن كبير يهور اللي دقن شري أنو قلدي لو حكوب بلوضي بانها أرضيغا مركو هور اللو محسابين شنو كروچيت بلوضين شري لكن مركو فانصرنا على القوم الكافرين قادو نقطين با لو سمين شرو مركا دنبا حفتيغا لو حسابين شري ولغو أدكين شري أرضيغا مركا لباد دميه دو علماء لو فريسين شري إنك سوينا إنوغو آدوغو واناكسنين والا إيجي شري وينو ميل قرى قرى صدن كباكو أخريا باي حيد مركاس وحن مركاس ما أنتان إذن لاي حي دوريو سقاش سدحي سقاشن كارده ما أنت ختمي قادان إياه سند كدنبا وحا لقربا إني ددال كاسي وضان أي قرآن الشهادة دي حفتك أي إتقان كإيقاتان إجاسات كإيقاتان قراءات كأبرتان تاسو ديار متي هدين مدارس كقرآنك دروفا أدك بيكو سعودان وأغنها كميد بانا هاي دروفا أدك بيكو سعودان أو ما أنت والدك إني لهاي ونحرستي مويانا إنت قيمها قرآنك قرآن سوا كوبانت اسكول كوال لغا يابا اسكول هذا قاربا بغل دولار لغا قادا قاربا بغل يديرات لغا قادا قاربا وحق كهوسية لغا قادا لكن مدارس القرآن كوادوك تين واتبان دولار يشان يتبان دولار يشان دولار يبا لقادا ولغا يابا والد صبحي كبحي اسكول بغل يديرات دولار إنو هدو حقا مرك علي اسكو يران نقطو تبانك دولار اما شان يتبانك دولار قرآنك واي غزو الفكر باي نقو دعي وحين لوينا ذي الله أركينو شقا كهل يكم المريو اسكول كاي وحيا بها اللاتيني قاو ديقاناي لكن وحو قاتان او تاريخ ذو اي مركاسي كمرخاتي كعيسا أرضي قرآن برتي دين برتي شقب موايو أرضي قرآن برتي دين برتي ملحن كو أركي ميسيد أو كعم مركاسي ده وحاو برتي كعم الفلية وقت جي تهريب كو دلن يريدين آد كو ساميي تاريخ لسميي إيا رادراع لسميي إيا تركوب لسميي داد كو تهريبي أهل الدين كوا نادر باي هايين أما باباي جرين مركاس وحان لاي هاي والدين تكو هم بليين إيا قيمة هم بدن او بحاكو سو تبعي مصحف كي قرآن كي كلام كي علينا دميان كسو دادالي معلمين تي مرك لباد بان آدي يادوكم هاد علنيا وحا لينا وجزاكم الله خير وحا كسو قبقبين إيا مدارس كوين عدول هلين وواجب النصارى نو دولة دسارا ما انتا ايان درهوين كجرا واوقتهنو حافظ والبا اسكول دوليا كويا الله حافظ والبا اسكول با كويا الله حافظان اسكول لهين وي قيل يسا وحلاليه حافظن اسكول يد مالا حد اسمه وحلقو برت اللاتينيجي لكن قرآن كي ما وقرآن كي كريكو وذا جرا وحن لاي هاي والدينت وين عبطان وعبطان قرآن كا قد ما ملك يما معلمين تا مدارس كيس بربر تاكتان دولة دوا واجب سارا إني مدارس كا قرآن كهرمريس هدو اغادا قضبك عشان يتمنى هذا الدستور مركز جمهورية الصومالي لان دولة كما واجبين هرمارين تا اسكول لذا لكن وحكو واجبيي هرمارين تا دقسية دا قرآنك حدنا
إن عكلا أيه ولا آخر وحن يدين بلن قاد يانا إن أنا أرنتا موشين كا قلها وكيلة ظهور جين دونه إن قرآن كا اسم الله هلا تسوى وجه نصارا والدين تا جنع ستة وأقويها كا قرن كجمهورية الصومال لأن ما نوحن وقبا قيا إن لسبر برتاجو قرآن كوايو قرآن كو هرمر كين أدوية يا آخر بكوشرا قرآن كينو ملك قارينا قرآن كينو دين تينو إلى لنا وينو دولة نمدي نو كت مركز نهير جليسا كتابة قاديسا كم المريسا اعتراف نجا ما قلنا ما تشرو هذا ينو نقص اعتراف سنة هاي اعتراف كاسي قرآن كينو ينو اعتراف نابا انت كديما نمر كينو وقهرسن إلهي وحن كبر يا تبارك وتعالى ينو نجا ديجو كو قرآن كو أذيجا inaga dhiga kuu quraanka daryeela inaga dhiga kuu quraanka isbarbartaaga inaga dhiga quraanka kuu aakhira iyo adduunba tacabkooda iyo xoogooda iyo fikirkooda geliya waana daacwada nabi maxamedin soo gaarsiiyay waana tiinu ku badbaadayno ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaya waalidiin maamulka la shaqeeya ardayay waalid iyo macallin iyo maamulba u dhaga nuglaada taas inu midow ku gaadeyna ardayda dhamaysayna waalidkooda waxaan leeyahay maanta waxay taagan yihiin atabadii iyo kadinkii waxay taagan yihiin inay noqdaan ahlullahi wa khaasatu waxa ka dhiman intii dadaalkii aad soo gelisan in leego la geliyo inaan loo kala tagin ardaydaasi madrasada lagu sii hayana waan dardaarmaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin ardaydana waan u hambalyeynaya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiileed in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyad ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo kaliya isticmaalaya adeega e-dahab